باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. أحبائي في كل مكان، سلام وبركة للجميع. بداية نعزي أنفسنا في انتقال ونياحة سيدنا الحبيب نيافة الأنبا لوكاس. نعزي الكنيسة ونعزي سيدنا قداسة البابا، نعزي كل أبنائه في كل مكان وخصوصا في برشية باريس وشمال فرنسا. سيدنا الأنبا لوكاس خدم خدمة ناجحة ممتدة عبر سنين هذا عادتها، وخرج الكنيسة خدام وخدمات مكرسين ومكرسات ورهبان وأيضا أباء أساقفة. وسيدنا كانت خدمته هادئة وعلاقاته ناجحة، وكان محبوب من الجميع ويحب الجميع والجميع يحبه. نطلب منه أن هو يذكرنا في محفل القديسين، ويذكر الخدمة ويذكر الكنيسة ويذكر أتعاب العالم. هو شفيع لنا الآن، يكمل خدمته بالصلاة
وبالشفاعة عن الكنيسة وعن أولاده. المسيح يعزي الجميع ويطيل أعماركم جميعا. بنكمل النهاردة قصة نوح. قصة نوح بدأت من الأصحاح السادس والسابع بالبداية يعني، والنهاردة نكمل من 8 لغاية 11 في على قد ما نقدر كده، ربنا يدينا نعمة نشوف التأملات المتاحة لينا. في أصحاح 6، وابتدت الناس تكتر وابتدى الشعب أولاد الله يختلطوا ببنات الناس، وابتدى يطلع فيه لخبطة، وابتدت البشرية تنحرف، وابتدى ربنا يفكر في إبادة كل من هو على الأرض. ونشوف المرساة اللي ربنا قاعد يقولها في أصحاح 6 من أول عدد 9، وقاعد يكرر كلمة الأرض 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 أكثر من مرة، حوالي 6 مرات، وكأنه يرثي للأرض، أو كأنه يعني حزين على الأرض المستوى اللي وصلت ليه. وشفنا الفلك اللي هو رمز للكنيسة أو رمز لجسد المسيح، لأن فيه فتحة واحدة من الجنب زي ما جسد المسيح فتح جنبه على الصليب، وكان اللي يدخل في الفلك يخلص واللي خارج الفلك يهلك. فهو رمز للكنيسة ورمز لجسد المسيح. في أصحاح 7 دخل نوح بأمر من الله، هو ومراته وولاده الثلاثة ونساءه، نساء أولاده الثلاثة، فكان عدد اللي دخل الفلك عدد 8، ورقم 8 يشير للحياة الأبدية، لأن الحياة الزمنية يرمز ليها برقم 7 اللي هو أيام الأسبوع. فاليوم اللي بعد 7 فلسفيا يدعى اليوم الثامن، فيبقى إيه أكنه رمز للحياة الأبدية. طبعا نوح بنى الفلك في حوالي 100 سنة أو 120 سنة، فكان في فرصة متاحة أمام كل الناس إنهم يقدموا توبة أو ينضموا إلى نوح، ولكن للأسف ما حصلش كده. هو فقعد يبني في الفلك الفترة دي كلها، ودخل نوح الفلك وهو عنده 600 سنة، عمره كان 600 سنة. وحصل بعد كده هو الطوفان، لدرجة إن الجبال العالية اتغطت، والكتاب يؤكد في آخر الأصحاح 7 أنه تبقى نوح والذين معه في الفلك فقط. يؤكد على أن نوح واللي معاه بس هم اللي نجوا بفضل تحصنهم داخل الفلك، وهو رمز زي ما قلت للكنيسة أو رمز للمسيح، اللي يتحصن في الكنيسة يخلص واللي خارج الكنيسة يهلك. نكمل في أصحاح 8 ونوصل لغاية 11 إن شاء الله. أصحاح 8 نقرأ مع بعضينا. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. طبعا ذكر الله نوحا دي، ده تعبير عشان إحنا نفهم، هنسمع تعبيرات زي كده تانية، تعبيرات إنسانية عشان نفهم، لكن مستحيل يكون الله نسي نوح، لأن البشرية كلها أبيدت، الخليقة كلها أبيدت، ما عادش غير نوح وأسرته، فمش ممكن يكون الله نسي. ولكن هو تعبير علشان إحنا لما ندخل في ضيقة، لأن طبعا الفلك ده هو مكان محدود، ويعني الحرية فيه محدودة والتصرفات فيه محدودة، فطبعا أكيد كان في ضيقة. على فكرة الفترة اللي قضاها نوح داخل الفلك تقريبا كانت مدة سنة، فمدة سنة ما كانتش يعني الحياة 100% مريحة، طبعا حياة مؤقتة لغاية لما يخرج إلى الحياة الجديدة بعد الطوفان ما ينتهي. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه، وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء فامتنع المطر من السماء، ورجعت المياه عن الأرض ربوعا متواليا، وبعد 150 يوما نقصت المياه، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات، وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي الشهر العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. واحد من القديسين قال قول حلو خالص، قال أن الله يخلق الإنسان من تراب
يجدده بالماء وينميه بالروح. طبعا هو خلقه من تراب، ودلوقتي الطوفان ده كأنه معمودية، جدده بالماء وينميه بالروح، فأجاز الله ريحا. وقلنا كلمة ريح وروح مترادفات في اللغة، فأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه، ورجعت المية رجوعا متواليا. استقر الفلك على جبال أرارات، اسم أرارات ده معناه مرتفع. وحدث بعد 40 يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها، وأرسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض. الغراب خرج مترددا يعني رايح جاي، وتقريبا كان بيتردد على الجثث اللي ماتت، سواء البني آدمين أو الحيوانات أو الطيور، خرج مترددا رايح جاي، لأن الغراب من عادته أو من طبيعته إن هو يميل إلى الجثث أو الحاجات المتعفنة. بعد كده هو ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض. ونوح أرسل الحمامة 3 مرات، الغراب خرج مترددا حتى نشفت المياه على الأرض. واحد من القديسين يقول لنا الفلك اللي هو الكنيسة فيه الغراب وفيه الحمامة، فالغراب رمز للخطاة اللي هم بيعيشوا على الخطية وعلى الترابيات وكده هو، والحمامة رمز للروح القدس. فده القديس أغسطينوس قال الكلام كده هو. الغراب لما خرج في مرة ما رجعش، لأنه خلاص يعني لقى عيشته، لقى الأكل اللي ياكله، إنما الحمامة راحت قعدت تروح وتيجي. ويقول لنا واحد تاني من القديسين إن الغراب يشير للشيطان والحمامة تشير للروح القدس، ففي المعمودية يطرد الشيطان ويحل الروح القدس، يسكن الروح القدس معلنا السلام، سلام النفس مع الله. أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه إلى الفلك، لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. دي المرة الأولى. فلبث أيضا 7 أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك مرة تانية، فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقت زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. دي المرة التانية. المرة الأولى بعتها فرجعت على طول فاضية، المرة التانية بعتها فرجعت له معاه ورقة زيتون، المرة التالتة فلبث أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا. وتأمل بسيط في الحتة ده، إن الحمامة في المرة الأولى لم تستريح بين الجثث وبين الحاجات المتعفنة، فرجعت تاني للفلك. المرة التانية طبعا دي تشير للنفس اللي ايه، اللي ما تعرفش تستقر في الخطيه. المره الثانيه النفس تمتلئ بالسلام فتيجي معاها ورقه زيتون خضراء. والمره الثالثه هو انطلاق النفس من الارض الى الحياه الجديده، واللي هي تسافر ما ترجعش تاني للارض، لارض الفلك او للارض اللي خرجت منها. وكان في السنه 1600، احنا قلنا نوح دخل في سنة 600 من عمره، ففي السنة 601 في الشهر الأول في أول الشهر أن المياه نشفت عن الأرض، فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. بعد ما عدت 600 سنة من حياة نوح تبدأ الحياة الجديدة في السنة 601. 600 سنة دي يعني 6 قرون، 601 دي يعني بداية القرن السابع. زي ما ربنا خلق الكون في 6 أيام، وفي اليوم السابع ابتدى يستريح، استراح الله من العمل الذي عمله في اليوم السابع. فدلوقتي تبدأ الراحة اللي هي بعد 6 سنين أو بعد 6 أيام تعب، اللي هما 6 قرون، تبدأ الراحة في القرن السابع أو في اليوم السابع. وفي الشهر الثاني في اليوم 27 من الشهر جفت الأرض،
وكلم الله نوحا قائلا: اخرج من الفلك انت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الارض اخرجها معك، ولتتوالد في الارض وتثمر وتكثر على الارض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. طبعا خرجوا من الفلك وسابوه بلا رجعة. بعد ما تعب في بنائه 100 سنة سابوا بلا رجعة. تفتكروا نوح وأسرته يحنوا إنهم يرجعوا تاني للفلك؟ أشك في كده طبعا. ليه؟ لأنه زي ما أنا قلت الحياة داخل الفلك كانت حياة محدودة وضيقة، لكن مجرد خروجهم من الفلك للحياة الواسعة هو ده البداية الحقيقية. هكذا حياة الإنسان على الأرض أو في الجسد هي حياة محدودة وضيقة، لكن بمجرد ما يخرج من الجسد ويدخل في عالم الروح ومحضر القديسين لا يمكن يشتاق أبدا إن هو يرجع للجسد مرة تانية، زي ما نوح لا يمكن يشتاق إن هو يرجع للفلك، ده يترك الفلك بكل التكلفة اللي هو عملها فيه. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. أول حاجة يبدأها نوح في الحياة الجديدة أو في الأرض الجديدة إن هو يبني مذبح، زي ما أبونا آدم أول ما خرج من الفردوس ودخل إلى الأرض أول حاجة عملها إن هو بنى مذبح. وتيجي الذبيحة بعد ما الأرض اغتسلت بمية الطوفان، وهكذا الكنيسة لا تقدم الإفخارستية إلا بعد الاغتسال من المعمودية. يعني شرط علشان الإنسان يتناول إن هو يكون معتمد في معمودية الكنيسة، زي الرمز ده بالظبط، الطوفان بعد كده هو المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. تنسم الرب رائحة الرضا. هو إيه يعني؟ ربنا كان غضبان، اللي بسطه في الحكاية دي إزاي تنسم رائحة الرضا؟ الله كان يرى في الذبائح بتاعت العهد القديم إنها رمز للذبيحة الكاملة اللي هيقدمها ابنه الوحيد الجنس في ملء الزمان. فتنسم الرب رائحة الرضا لأن الخطة الكاملة في تدبير الله إنه هيكون في ملء الزمان يأتي الابن، أقنوم الابن متجسدا ويقدم نفسه ذبيحة عن حياة العالم. ده معنى تنسم الرب رائحة الرضا، لأن طبعا دماء حيوانات لا ترضى الله، وهلاك الإنسان لا يرضى الله، فلا ده كامل ولا هلاك الإنسان يعتبر هو ده الحل. فكان الحل إنه يأتي أقنوم الابن متجسدا ويقدم ذاته ذبيحة مقبولة عن خلاص جنسنا، وبالحالة دي يتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه، طبعا يعني أو نية ربنا، مش ربنا يعني ساعات يكلمنا وساعات يكلم نفسه، ما هو قال الرب في قلبه برضو تعبير إنساني عشان نفهمها، علشان نعرف إن دي تعبير عن نية الله. قال: لا أعود ألعن الأرض أيضا. الذبيحة اللي عملها نوح خلت ربنا يقول لا أعود ألعن الأرض أيضا، ودي برضو إشارة لذبيحة الصليب اللي بها رفعت اللعنة تماما عن الإنسان. لا أعود ألعن الأرض أيضا، يبقى ذبيحة الصليب نزعت اللعنة نهائيا عن الإنسان. وقال إن مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني إن قوانين الطبيعة ستظل قائمة لخدمة الإنسان رغم انحرافاته، رغم تصورات قلبه الشريرة اللي كل يوم.
فتفضل قوانين الطبيعة سارية، وربنا مش هيغضب على الأرض بالطريقة اللي بطريقة الطوفان. وبرضه في العدد ده هو إشارة لحالات الإنسان، حالات الإنسان برضه متغيرة بين زرع وحصاد، برد وحر، صيف وشتاء، نهار وليل. يعني ساعات يبقى في حياة الإنسان في ظروف تمر، عمل وشقاء، ألم وضيق وفرح. حياة الإنسان متغيرة ومتقلبة بين كل ده وده. ده الأصحاح الثامن. الأصحاح التاسع تبدأ الحياة الجديدة بقى. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. ودي نفس البركة اللي اتقالت لأبونا آدم وحواء في البداية. فيبقى دي بداية حياة جديدة زي بداية آدم وحواء، دي بداية حياة جديدة. ولتكن خشيتكم ورغبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. طبعا البركة أخذها نوح وبنيه، عشان بعد شوية هنشوف لما ابن نوح هيعمل تعدي أو حاجة لا تليق، نوح مش هيقدر يلعنه أو مش هيقدر يقول إن حام ملعون، لكن هنشوف بعد شوية يحصل إيه. المهم دلوقتي ربنا بارك مين؟ نوح وبنيه، وقال لهم: لتكن خشيتكم ورهبتكم إلى آخره. كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم جميعا. يبقى هنا هيسمح للإنسان، ربنا هيسمح للإنسان إن هو يبتدي يأكل اللحوم. غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. يبقى هتاكل لحم بس خد بالك إلا الدم، وهقول لكم ليه دلوقتي. ويقول: وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط من يد كل حيوان أطلبه. يعني لو حيوان افترس إنسان، ربنا هو اللي يحاسب. أطلب دمكم من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان. واخدين بالكم؟ يعني برضو الإنسان مش مصرح ليه إن هو يقتل إنسان. من يد الإنسان أخيه سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عامل الإنسان. وده يعتبر قانون مدني، أو أول قانون مدني الله يسنه، أن من قتل يقتل. وطبعا ليه بيقول الكلام ده دلوقتي؟ لأن لما سمح للإنسان إن هو يأكل حيوانات أو يذبح حيوانات، فلحسن الإنسان قلبه يقسو، فمن كتر ما بيذبح حيوانات إشل الذبايح وإشل الأكل اللي ياكله، كمان قلبه يقسى فيذبح أخوه أو يقتل أخوه. فقال له: مسموح ليك إنك أنت تاخد الحيوانات كذبائح أو كطعام، لكن حسك عينك إنك تمد إيدك على أخوك، كمان حسك عينك إنك أنت تأكل الدم، لأن الدم فيه الحياة. لحما بحياته دمه لا تأكلوه. فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا. لأن لما هيقوموا الناس على بعض يقتلوا بعض، يبقى هيبقى عكس الأمر ده هو. أثمروا واكثروا، يبقى ربنا عاوز بركة في العدد، وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. فلما يجي حد يقوم على حد يقتله، يبقى كده بيكسر أمر ربنا بالكثرة وبالتوالد. طبعا الله سمح بأكل اللحوم تمهيدا لذبيحة الصليب اللي فيها سنأكل جسد الرب ودمه. فاهمين؟ يعني لما يجي في العهد الجديد يقول لنا: يلا خذوا كلوا هذا جسدي، نقول له: لا، احنا عمرنا ما كلنا لحمة قبل كده. فده كان تمهيد، علشان لما يجي لنا في العهد الجديد يقول: خذوا كلوا هذا جسدي، وبعدين يدهولنا نقبله، لأن احنا متعودين ناكل من الحاجات اللي زي كده هو. والدم يعني الحياة، الدم يعني الحياة. فالله منعنا أو منعهم في الأول عن أكل الدم، علشان في الآخر يديهم دمه الخاص. يعني بمنع أكل الدم، ربنا أراد إن هو يعطينا حياته، مش تدخل فينا حياة غريبة من الحيوانات، لأن الدم فيه الحياة. فلما يقول لنا: اشربوا هذا دمي، يعني معنى كده انا بديك حياتي.
وزي ما قلنا خذوا كلوا هذا جسدي، يعني أنا بديك سلوكي وحياتي على الأرض، فتسلك كما سلكت وتاخد دمي يعني تاخد حياتي. ولما منع ربنا أكل الدم برضو أراد أن يقدس الدم بكونه الحياة المبذولة في ابنه عن خلاص العالم. فيبقى الدم ممنوع. ليه الدم ممنوع؟ تمهيدا لفيما بعد، ان هو يعطينا دمه الخاص يعني حياته الخاصة. مفهوم الحتة دي؟ وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم. وشوف تواضع ربنا لما يقول ميثاقي، وكأن ربنا يعني بيقول أنا بتعهد. شوف التواضع بتاع ربنا. أقيم ميثاقي معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم. يعني تستغرب إن التعدي حصل من الإنسان، لكن الاتضاع يجي من ربنا، البداية الصلح تيجي من ربنا، فيضع ميثاق يقول بيني وبينكم. طب هو يا رب ده احنا اللي تعدينا، لكن يجي ربنا يقول لك لا، مش هعود أهلك الأرض بمياه طوفان مرة تانية، وهحط ميثاق بيني وبينكم. وكأنه بيدينا فرصة يقول لك يلا هبتدي معاك مرة تانية، انت غلطت وانا أدبت الأرض، فدلوقتي يلا هبتدي معاك صفحة جديدة. علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. إيه الميثاق ده؟ هو وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. القوس ده، قوس قزح ده، هو اللي احنا بنشوفه أيام الأمطار. ربنا بيقول ده علامة ميثاق بيني وبينكم، وبعدين يقول متى أنشر السحاب وتظهر القوس أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا. طب يا رب أنت حاطط القوس ده هو عشان أنت اللي تتذكر ولا عشان إحنا اللي نذكر؟ برضو خد بالك ان اللغة لغة انسانية، ولكن من ناحية تانية تورينا اتضاع الله. الله قرر ان هو مش هيهلك الارض بطوفان مرة تانية، لكن حط علامة ميثاق. هو فاكر طبعا، هو لا ينسى ابدا، لكن العلامة الميثاق ده هي دي لنا احنا. لما تشوفها نفتكر ايه؟ نفتكر قداسة الله، لأن طبعاً دي جت بعد الطوفان اللي أهلك الأرض، فتفتكر إن الله قادر أن يهلك الخطاة وقادر أن يهلك الأرض مرة تانية، لكن العلامة دي بيفكرك بيها. الله عادل، الله قدوس، لا يريد الشر ولا يساكنه من يصنع الشر. فعلامة القوس ده هي، قوس قزح ده هي، تفكرنا بقداسة الله. الحاجة التانية عملها لنا كشكل قوس، زي ما يكون بيحمينا. القوس عاملة زي اللي بيستخدموه في كأسلحة أو كحماية أو كدفاع، فعلامة الحماية، فالله بيحمينا من الهلاك، إنه علامة حماية. ونمرة ثلاثة، القوس ده هو متعدد الألوان علشان يقول لك أن نعم الله متعددة ونعم الله متنوعة وإحساناته وعطاياه هي جديدة في كل صباح، زي ما قال أرميا النبي.
يبقى ثلاث أسباب للقوس ده أو ثلاث تأملات. أول حاجة تذكرنا بقداسة الله، نمرة اتنين تدل على الحماية، ونمرة ثلاثة هو متعدد الألوان دليل على تعدد نعم الله في حياة الإنسان. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. مش معنى ذكر حام أبو كنعان، هنشوف دلوقتي ليه. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما. ابتدأ نوح يبقى فلاح. خد بالك، هو كان نجار في الفلك. ليه كام سنة؟ 120 سنة تقريبا. فكان نجار، وظيفته أو مهنته اشتغل 120 سنة نجار. فدلوقتي بعد ما طلع من الفلك ابتدأ أن يكون فلاحا. وطبعا بعكس ما اتقال عن قايين، كان عاملا في الأرض. قايين كان عاملا في الأرض، وكان كل أمله فيها وكل طاقاته فيها. إنما نوح قيل عنه يكون فلاحا وغرس كرما. وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. خد بالك، خطية أو خطأ وقع فيه أبونا نوح، علشان يقول لك إن النعمة هي اللي بتخلي الإنسان قديس. يعني الإنسان ممكن يكون قديس رغم بعض الأخطاء أو بعض النقائص، مفيش واحد كامل إلا الله. ولما الكتاب المقدس يذكر لنا خطأ واحد بار زي نوح، عاوز يقول لك ان الوحيد القدوس هو الله الذي بلا خطيه، هو الله. بعد كده نشوفه في ملء الزمان في شخص المسيح اللي شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيه. فاي انسان مهما وصلت درجه قداسته او بره هو ناقص. تمام. برضو حاجه تانية عاوز يقولها لنا الكتاب المقدس، ان الخطيه موجوده عشان الانسان يخاف من الخطيه. وحاجة تانية يقولها لنا الكتاب برضو، أن التوبة موجودة أو التوبة ممكنة. ولما الكتاب يذكر لنا خطية واحد قديس زي نوح ده، هو عاوز يدينا درس لنا أن الإنسان لا يستكبر، وإذا سقط يبقى لازم يتوب، والوحيد الذي بلا خطية هو الله، وكل إنسان هو فيه نقائص مهما كان بره. فشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، داخل الخيمة يعني. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. يبدو أن كنعان ده هو وأبوه، يبدو أن كنعان اللي شاف جده بالشكل ده في المنظر ده فراح قال لأبوه حام، أو يمكن حام هو اللي شاف فراح جاب ابنه يعني يستهزئه يعني. أبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. طبعا المنظر كان مش حلو، كان مخجل. فالمفروض ان حام او كنعان يكون انسان يعرف يستر. فالانسان اللي يعرف يستر ربنا يستره، لكن بعد عنكم الانسان اللي يكشف ويذيع اخطاء الاخرين، هنشوف يحصل له ايه دلوقتي. لما راح اخبر اخويه خارجا، اخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. شفت بقى الأخلاق هنا تبان، أو الكونتراست ده، التباين ده بين حام وبين سام ويافس. حام ده شوف إيه اللي ناله بقى. لما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. هو حام وابنه كنعان. نوح ادى اللعن لمين؟ لكنعان، لأن زي ما قلنا في الأول خالص إن الله بارك نوح وبنيه، فيعتبر حام أخذ بركة من الله فما ينفعش يلعن. فقال نوح: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. عبد العبيد يعني أحقر العبيد.
وكنعان ده هو يعني شعب كنعان بعد كده كان شعب صعب جدا، وانحرف جدا في عبادة وثنية وفي فسق وفي قسوة وفي عنف وفي وحشية، لدرجة إن قيل عنهم، عن شعب كنعان ده، قيل عنهم أن ديانتهم أماتت أحسن العواطف البشرية. ديانتهم موتت العواطف البشرية. ليه؟ إيه أحسن العواطف البشرية؟ عاطفة الأبوة والأمومة والأخوة، لأن كانوا بيقدموا أبنائهم بعيد عنكم ذبائح للأصنام. فقيل عنهم كده هو إن ديانتهم أماتت أحسن العواطف البشرية. فالإنسان اللي يذيع أخطاء الآخرين زي ما راح أخبر أخويه باللي شافه، الإنسان اللي يذيع أخطاء الآخرين بلا تورع نصيبه إيه بعد عنكم؟ نصيبه اللعن. أما الإنسان اللي يستر زي سامو يافس ياخد البركة بقى، وقال: مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافس فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. يبقى البركة راحت لسام، ده اللي البركة طبعا مبارك الرب إله سام، لأن من نسل سام هيأتي المسيح. ليفتح الله ليافس، يافس معناها انفتاح أو اتساع، فهو من اسمه كده بيقول له يوسع عليك ربنا يعني، فتسكن في مساكن سام. سام ده اللي هو نسل اليهود، ويافس ده هو اللي هم قلنا أوروبا وآسيا وبقية العالم، وحام اللي جه منه أفريقيا وطلع منه الأفارقة. فلما يجي يافس يسكن في مساكن سام، دي كانت نبوة على لسان نوح إن الأمم يدخلوا في مساكن اليهود ويكونوا مع بعض ساكنين مع بعض. واخدين بالكم من النبوة دي؟ ليفتح الله ليافس فيسكن في مساكن سام. إيه البركة اللي في دي؟ البركة اللي في دي إنهم يدخلوا في الإيمان مع اليهود، ويكون الأمم واليهود في الإيمان بالمسيح متحدين مع بعض. لأن ديانة اليهود في العهد القديم ما كانتش تسمح للأمم إنهم يختلطوا بيهم، لكن في العهد الجديد بمجيء المسيح حصل صلح لما جعل الشعب مع الشعوب ووحد اليهود مع الأمم. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. ده الأصحاح التاسع. الأصحاح العاشر ده فيه مواليد نوح، أسيبه لكم بعد إذنكم تقروه، لأن هو كله أسماء، تشوفوا بس كده التسلسل بتاع الأسماء. نقرأ مع بعض حتة من الأصحاح الحداشر اللي هو فيها موضوع برج بابل. طبعا اسم بابل ده هو من أول سفر التكوين، هو رمز للشر وللأرض وكده، هو لغاية سفر الرؤيا، ده اسم بابل. بيقول كده هو: كانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا. الإنسان بينتشر طبعا، كل ما يكتر ينتشر، أثناء ارتحالهم يعني لتعمير الأرض يعني، أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. هو الفكرة اللي عندهم فكرة مش مقدسة زي ما نشوف بعد شوية، فتلموا الطيور على أشكالها تقع بعضهم لبعض، دول اللي هم إيه اللي عندهم إيمان ولا بعد عنكم عندهم دين كمان. وقال بعضهم: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. اللبن اللي هو الطين، فيعملوا يعني لما يبنوا طوبة بالطين تتجمد كده وتبقى تنشف يعني، ويشبكوه في بعض بالطين. فجت لهم فكرة إنهم يعملوا اللبن ده ويشوه يعني يحرقوه يعني، فيبقى زي الحجر. فكان لهم اللبن مكان الحجر زي الطوب الأحمر ده اللي بيستخدموه، وكان لهم الحمر مكان الطين. الحمر ده نوع من القار أو من الزفت،
كان بيشبك الحجار الطوب ده في بعضيه. يعني فكرة ابتكار من الإنسان، إيه الهدف؟ وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. ده تحدي بقى لربنا، عايزين يعملوا برج ينطح السماء، ونصنع لأنفسنا اسما، عاوزين يكون لهم مجد على الأرض لئلا نتبدد عن وجه كل الأرض. هدفهم إن إحنا مش عاوزين نتبدد عن وجه كل الأرض. طب وانتوا ناسين إن ربنا أقام ميثاق وقال لا أعود أهلك الأرض مرة تانية بالطوفان؟ انتوا مش واثقين في كلام ربنا، فعشان كده يعني هتعملوا نفسكم برج وتعملوا لنفسكم اسم وخايفين تتبددوا عن وجه كل الأرض. طبعا الهدف ممكن يكون شكله حلو لئلا نتبدد عن وجه كل الأرض. طب مين اللي قال لك إنك هتتبدد عن وجه كل الأرض؟ ده أنت واخد وعد من الله بعلامة في الطبيعة إن ما يحصلش إنه يبددك مرة تانية، ولكن الهدف إنه عاوز يظهر. هكذا بعض الناس إلى اليوم عاوز يظهر، علشان عاوز يظهر فيجيب لك أي حاجة بالكذب، يقول لك أصل إحنا خايفين على كذا. طب يا حبيبي ما الكذا ده بالمنطق ما حصلش، يبقى أنت عاوز تصنع لنفسك اسما زي ما قالوا كده هو خالف تعرف. واحد عاوز يمشي بالعكس عشان يظهر. هقراها مرة تانية، هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. عاوز سمعتي توصل للسماء، عاوز صوتي يوصل لكل العالم. ليه؟ عاوز يصنع لنفسه اسما. ليه؟ أصل خايفين نتبدد عن وجه كل الأرض. يا مسكين ماشي ورا هدف أو حاطط لنفسك صورة كاذبة وانت من وراها إنسان مملوء بالكبرياء. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وشوف خد بالك، بنو آدم، زي ما قلنا قبل كده إن آدم خلق على صورة الله ومثاله، إنما اللي يطلع من نسل آدم يطلع على صورة مين؟ على صورة آدم. فيوصف هنا هو إن الناس دول كانوا بنو آدم، بنو الطبيعة الساقطة الفاسدة. وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. يعني زي ما تقول كده ربنا مش عاوز يسيبهم يكملوا الشر اللي هم ابتدوه. فربنا قال كده هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. نبلبل ألسنتهم يعني يحصل تشويش، أو يحصل إن يبقى فيه لغات بقى، وابتدت تطلع اللغات، كل واحد بيتكلم لغة وبيتكلم والتاني سامع مش فاهم وبيرد عليه الأولاني مش فاهم، فحصل إنهم تفرقوا بقى. فبددهم الرب. شوف خد بالك مش هم عاملين يقولوا إيه؟ لئلا نتبدد، ودي يعني اللي هو التتر الكذاب اللي هم ماشيين وراه. طب إيه رأيك بقى؟ فبددهم الرب. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة. ساعات ربنا يتدخل ليوقف شر الإنسان، الشر اللي بيصيب به نفسه. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الشعب، بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. وربما برضو إن حاجة زي كده لما ربنا عملها الله يستخدم كل شيء للصالح، فكان من هنا انتشار الإنسان في كل الأرض، وبالتالي عمره نواحي كتيرة في الأرض، لأن كل واحد بيتكلم لغة خد سكة ومشي وابتدوا يعمر كل واحد في مكانه. هذه مواليد سام، هقراها عشان ناخد بالنا من علامة حلوة فيها. فاكرين في أصحاح 5 لما كنا بنقرأ وكان بيقول إيه في أصحاح 5؟ يقول فلان الفلاني ولد كذا كذا، وبعد كده هو عاش كام سنة بعد ما ولد فلان ومات. وشفنا كلمة ومات دي مرتبطة بكل السلسلة ده في أصحاح 5. شوف هنا السلسلة دي أن ربنا هيبتدي يحيي الإنسان واحدة واحدة عشان يوصل للمسيح. من آدم حصل إن كل سلسلة كل واحد يوصل لغاية كلمة ومات،
هنا لما يبتدي هيقرب ناحية المسيح، ناحية الحياة الجديدة وناحية الخلاص، الكلمة المشتركة هنا هو كلمة وعاش، وشوف هتتكرر كم مرة. هذه مواليد سام. لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفاكشاد بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعد ما ولد أرفاكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. وعاش أرفاكشاد اللي هو ده ابنه 35 سنة وولد شالح. وعاش أرفاكشاد بعد ما ولد شالح 430 سنة، 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش شالح 30 سنة وولد عابر. عابر اللي جه منه بعد كده العبرانيين. وعاش شالح بعد ما ولد عابر 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش عابر 34 سنة وولد فالج. وعاش عابر بعد ما ولد فالج 430 سنة وولد بنين وبنات. وعاش فالج 30 سنة وولد رعو. وعاش فالج بعد ما ولد رعو 209 سنين وولد بنين وبنات. وعاش رعو 32 سنة وولد سروج. وعاش رعو بعد ما ولد سروج 207 سنين وولد بنين وبنات. وعاش سروج 30 سنة وولد نحور. وعاش سروج بعد ما ولد نحور 200 سنة وولد بنين وبنات. وعاش نحور 29 سنة وولد تارح. وعاش نحور بعد ما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات. خد بالك في السلسلة دي زي ما أنا قلت كلمة عاش مش مذكور كلمة ومات. طبعا بطبيعة هم ماتوا، لكن الكتاب يذكرها بحكمة إن القائمة الأولى بتاعت أصحاح 5 يذكرها إن أبونا آدم ورثنا فساد الطبيعة وورثنا الموت، إنما بعد الحياة الجديدة اللي بعد الطوفان اللي بعد المعمودية نبتدي نطلع بقى وعاش 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 علشان نوصل للحياة الأبدية اللي ما فيهاش موت. كمان حاجة تانية في السلسلة دي أو في القائمة دي، إن عمر الإنسان ابتدى يقل شوية شوية من 900 و800 وكده هو، وصلت لغاية دلوقتي 200 وكلام زي كده هو، و119 سنة. نحور بعد ما ولد طارح عاش 119 سنة وولد بنين وبنات. ونوصل بعد طارح، عاش طارح 70 سنة وولد أبرام اللي هو إبراهيم ونحور وهاران. وهذه مواليد طارح، عشان من هنا نبتدي بقى هنركز على فرع معين. زي ما احنا قلنا ان الكتاب المقدس مش كتاب تاريخ، ولكن الكتاب المقدس ماسك شخصية محورية من أول سفر التكوين لغاية سفر الرؤية، وهي شخصية المسيح. عشان كده الكتاب المقدس مش مهتم مثلا بنسل قايين ولا بقية إخوات أبرام حصل لهم إيه ولا خلفوا مين. الدنيا اتملت من يمين ومن شمال، من هنا ومن هنا، لكن إحنا يهمنا خط معين يوصل لغاية المسيح. وزي ما علمنا سيدنا البابا تودروس يقول لنا كلمة بايبل أو بيبل، يعني بالإنجليزي بايبل اللي هي BIBLE، فهي اختصار لشوية كلمات اللي هي Basic Information Before Leaving Earth، يعني المعلومات الرئيسية أو معلومات أساسية قبل مغادرة الأرض. دي كلمة بايبل. فالكتاب المقدس ليس كتاب تاريخ، وفي نفس الوقت لا يخطئ في التاريخ. ولد طارح أبرام ونحور وهاران، وولد هاران لوطا. يبقى لوط ابن هاران، وهاران أخو أبرام، فيبقى أبرام أو إبراهيم يبقى عم لوط. ومات هاران قبل طارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. وده اللي يوريك ليه لوط التصق بأبرام عمه، لأن أبوه هاران مات في أور الكلدانيين. واتخذ أبرام ونحور لأنفسهما امرأتين. اسم امرأة أبرام ساراي اللي هي سارة بعد كده،
واسم امرأة ناحور ملكة بنت هارام. يعني وكأن ناحور اتجوز بنت أخوه أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت سراي عاقرا ليس لها ولد، وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران. من المرة اللي جاية إن شاء الله يبقى في هنخش بقى في إيه؟ في أبونا إبراهيم، نقرأ مثلا أصحاح 12 و13 حسب ما ربنا يدينا نعمة. المرة اللي جاية ناخد أصحاح 12 و13، تمام؟ إحنا النهاردة قرينا المفروض يعني 4 أصحاحات، سبت لكم الأصحاح العاشر تقروه سرا أو تقروه كديفوار منزلي يعني.